حتى يتبين لهم أنه الحق. السلام عليكم ورحمة الله. أحبتي في الله، سأحدثكم اليوم عن نعمة عظيمة كثير من الناس يكرهها، قلة المال. قلة الرزق أحيانا تكون نعمة أفضل بكثير من كثرة المال. سأقول لكم الدليل من القرآن. هذه الكلمات استمع لها أخي الحبيب، لأنها فيها شيء من المواساة. الله عز وجل كل آية أنزلها فيها حكمة، فيها عبرة، فيها راحة نفسية، فيها بشرى للمؤمنين. الله سبحانه وتعالى يقول: ولو بسط الله الرزق لعباده، وانظر معي هنا إلى كلمة بسط وكلمة لعباده، يعني لو أن الله عز وجل أنعم على إنسان مؤمن، لأن كلمة عباد في القرآن غالبا تدل على المؤمنين، يعني مثلا: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. فبشر عباد، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم. فهنا لم يقل سبحانه وتعالى: ولو بسط الله الرزق للناس أو للبشر أو للمؤمنين أو للكافرين، لا، قال: ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض. فعلا هذا الكلام صحيح 100%. انظر معي إلى قصة أغنى رجل في عصر موسى عليه السلام، وهو قارون. قال عنه الله سبحانه وتعالى: وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة. الأقوياء يعجزون ويفشلون في حمل مفاتيح الكنوز، فما بالك بالكنوز. كانت ثروة قارون عبارة عن كميات هائلة من الذهب والمجوهرات، كنوز. تصور أخي الحبيب أن هذا الرجل كان صالحا وكان مؤمنا، وهو من قوم موسى، فعندما آتاه الله هذه الكنوز ماذا قال سبحانه وتعالى؟ إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم. ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض. ما معنى البغي بغير الحق؟ البغي هو أن تتجاوز الحدود، أن تنسى الله عز وجل، أن تظلم الناس، أن تتكبر على الناس، أن تتجاوز الحدود التي حددها الله لك، أن تدخل في المحرمات. لذلك عندما قال له قومه: لا تفرح، إن الله لا يحب الفرحين، وابتغي فيما أتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا ولا تبغي الفساد في الأرض. فهذا الرجل كان إنسان صالح، تحول إلى إنسان مفسد ينشر الفساد في الأرض، ينشر الرذيلة، ينشر الفاحشة، ينشر الإلحاد، التكبر. طيب كل هذا بسبب ماذا؟ بسبب بسط الرزق، سبحان الله. فطبعا هناك فئة من الناس كانوا يتمنون أن يكونوا مثلهم. قال: الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. هؤلاء ما أكثرهم اليوم أيها الأحبة، الذين ينظرون، يمدون أبصارهم، يمدون أعينهم لرزق متع الله به بعض الناس فتنة لهم، ليفتنهم فيه.
قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون. وهنا يأتي التحذير من 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 أهل العلم الذين لديهم علم بحقيقة هذه الدنيا الفانية. وقال الذين أوتوا العلم ويلكم، والويل يقال هو وادي في جهنم والعياذ بالله، ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. فالجنة لا تستقبل إلا الصابرين، كل الأنبياء صبروا، كل الصالحين مروا ببلاء وصبروا ونجحوا في الاختبار، لذلك كانت مكافأة هي الجنة. طيب لماذا الله عز وجل لم يفتح أبواب الرزق على أكرم الخلق وهو النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم؟ لماذا لم يؤته الكنوز ويؤته الجنات ويؤته يعني كل شيء؟ نحن نعلم أن حبيبكم عليه الصلاة والسلام عانى كثيرا من الجوع، من النقص، من العطش، من قلة الرزق. طيب لماذا؟ لأن قلة الرزق تهذب النفس، تجعلك أكثر تواضعا. أنت لاحظ سلوك إنسان إمكانياته محدودة جدا، وإنسان لديه إمكانيات كبيرة ماديا، نقصد من الناحية المادية، انظر إلى هذا وإلى هذا، سلوك هذا غالبا ما يكون متعالي، وسلوك هذا غالبا ما يكون متواضع. نقول غالبا إلا نسبة قليلة. فإذا هنا نحن أمام نعمة، أنا أسميها نعمة قلة المال. لذلك هذه الآية هي مواساة لكل إنسان رزقه قليل. ولو بسط الله الرزق لعبادي، يجب أن تحفظها أخي الحبيب هذه الآية، ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر، يعني بحكمة وحساب، ما يشاء. انظر إلى خاتمة الآية كيف ختمت، إنه بعباده خبير بصير. لماذا خبير بصير؟ ليخبرك أن الله عز وجل خبير بوضعك الحالي، خبير بما يصلحك الآن، بصير بمستقبلك. يعلم هذا الإله البصير الذي يبصر الغيب سبحانه وتعالى ويعلم الغيب، يعلم أن كثرة المال ستطغيك. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. وبالتالي يضيق عليك هذا الرزق لتلجأ إلى الله وتتواضع لله عز وجل. وقلة المال تقوم سلوك الإنسان مثل المرض أيها الأحبة. قلة المال هي بلاء، نوع من أنواع البلاء، مثل المرض. المرض لماذا خلقه الله؟ ليهذب نفوسنا ويجعلنا أكثر تواضعا. الهدف من البلاء ليس فقط أن يختبرك الله عز وجل، بل الهدف منه أن يجعلك أكثر تواضعا، أكثر. والجنة على فكرة لا يدخلها إلا إنسان متواضع. كل من في قلبه مثقال ذرة من تكبر أو كبر لا يدخل الجنة سبحان الله. لذلك تجد أن أصحاب الجنة يوم القيامة، على فكرة المشهد يوم القيامة مختلف تماما عن الدنيا. نحن اليوم نرى الغني فلان والملك فلان وفلان هذا الذي لديه المليارات وفلان كذا، هذه الفئة المتحكمة التي تنعم بالخيرات وتنعم ب، وفئة نجدها مستضعفة من الناس، منهم من هو مؤمن وغير مؤمن.
الجنة لا يدخلها إلا إنسان مؤمن متواضع طيب القلب لين الجانب لا يتكبر. وهذه الصفات حتى تكسبها تحتاج إلى قلة مال، تحتاج إلى مرض أحيانا، تحتاج إلى أن تتعرض لظلم أو أذى. قد يبتليك الله بشخص يؤذيك، قد تكون امرأة تؤذيك، أو قد يكون زوج يؤذي زوجته يبتليها الله به. فتجد أن سلوك مثل هذا الإنسان الذي تعرض للكثير من البلاء تجد لديه قلب طيب متواضع، يشعر بمعاناة الآخرين. بينما كثرة المال تقسي القلب، كثرة المال تشغلك عن الله عز وجل. وهنا أيها الأحبة أنا أرى أن هذه الآية العظيمة هي مواساة لكل إنسان رزقه قليل، وهي بشرى أن الله ضيق عليك هذا الرزق ليرفع منزلتك عنده يوم القيامة. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. انظر إلى أنواع البلاء، قلة الرزق والمرض والموت والأذى والنقص، مقابل ذلك وبشر الصابرين. إذن هذا البلاء هو بشرى ليس هو شيء سيء. فإذا ما نظرت للمرض على أنه بلاء من الله ونزل بأمر الله ونزل عليك لأن الله يحبك ويريد أن يرفع منزلتك عنده ويريد أن يجعلك من الصابرين ليبشرك بالجنة، في هذه اللحظة أنا إذا نظرت إلى البلاء بهذا الشكل أنا أرتاح نفسيا جدا. مهما تعرضت للبلاء والظلم والأذى والنقص إلى آخره تجد أن قلبي مطمئن، مدام الله هو الذي اختار لي هذا الأمر وهو أعلم بحالي وهو خبير بحالي بصير بمستقبلي. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. طيب هذه المصيبة هل تأتيك عشوائيا أو بالصدفة أو بسبب فلان أو فلان؟ لا. اذهب للآية التالية في القرآن، ماذا يقول الله تعالى؟ قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. لن تصاب بأي شيء إلا ما كتبه الله لك. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. إذن هذا البلاء الذي أصابني الله فيه كتب علي وقدر علي قبل أن أخلق وقبل أن يخلق الله الكون، لأن الله أول ما خلق القلم وأمره أن يكتب كل شيء إلى يوم القيامة ثم خلق الكون. فما دام هذا الأمر مكتوب عند الله فلماذا أحزن؟ لماذا أغضب؟ لا بالعكس، أنا أرضى بقضاء الله. هذا الرضا ماذا يفعل أخي الحبيب؟ هذا الرضا يجعلك أكثر هدوءا وأكثر طمأنينة ويجعلك أكثر سعادة في هذه الدنيا. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بهذه المعلومات، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حتى يتبين لهم أنه الحق.